مساء الخير واهلا بكم في القاهرة 360. اخيرا فهمنا ان زمن الفهلوة راح ولا خلاص، وان صعب قوي ان اللجان اياها المشكلة من لجان والمنبثقة على اللجان تصلح اللي هي اصلا بوظته. ده اللي كان بيلفت نظري دايما لما يجي نتكلم عن اصلاح التعليم، اصلاح القطاع العام، تلاقيهم شكلوا لجان للتطوير اعضائها هم اصلا اللي بوظوا التعليم وبوظوا القطاع العام. ادينا عرفنا ان مفيش تقدم ولا تنمية الا بالعلم، وخاصة لما يكون من رموز وعلماء كبار بينتموا للبلد دي وحريصين عليها. علشان كده النهاردة رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وفد من العلماء المصريين اللي شاركوا في مؤتمر مصر تستطيع. المؤتمر ده عقد في مدينة الغردقة من اليومين اللي فاتوا. سيادة الرئيس قال لهم بالحرف احنا محتاجين خبراتكم في كافة المجالات. والحقيقة مش الرئيس بس اللي محتاج خبراتكم، مصر كلها محتاجة خبرتكم. احنا عايزين النموذج العظيم والرائع بتاع الدكتور مجدي يعقوب ده يكون موجود وبكثره في كل المحافظات وفي كل المجالات. عايزين كل عالم متميز في مجال معين، في الصحه، في التعليم، في الصناعه، في النقل، يجي بلده ويكرر نفس نموذج النجاح بتاعه. ولو قابلته اي عقبات، واكيد هتقابله، يروح للرئيس بنفسه او يشتكي لوسائل الاعلام، يشتكي لاي حد يفضح الناس بتوع الروتين والبيروقراطيه اللي بيعوق التقدم ده. يعني من الاخر، مصر هي هتتصلح بالتويتات ولا بالتنظير ولا بالمحاضرات الاستعلائية إياها. اللي عايز يصلح يمد إيده وحنقول له أهلا وسهلا. وحقول تاني، اللي عمله مجدي يعقوب في أسوان ولسه هيعمله من مدينة كاملة للعلوم هو درس شديد اللهجة لكل ولاد مصر بره وجوه إزاي تخدموا بلدكم. ندخل بقى على خبر وكالة الأناضول اللي نشرت النهاردة خبر بيقول إن مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي أحمد الخطيب قام بزيارة النهاردة لسد النهضة الإثيوبي، وده خلال تواجده وهو راجل كان في اديس ابابا بيشوف امكانيه توليد الطاقه المتجدده. الوكاله نقلت عن مصدر اثيوبي كان مع المسؤول السعودي ان الخطيب اللي جه اديس ابابا امبارح الجمعه زار السد في نفس يوم الوصول، وكان في استقباله مدير المشروع. وعايز اقول لحضراتكم ان دي مش اول زياره المسؤول السعودي لاثيوبيا. كان في قبلها باسبوع زياره ثانيه لوزير الزراعه السعودي عبد الرحمن المحسن الفضلي. وبالمناسبه احنا مش ضد الزياره خالص. يعني ما عندناش اي مشكلة، احنا ضد طريقة الكيد في التعاملات، خاصة لما تكون بين اشقاء كبار في المنطقة وبتربطهم علاقات المفروض انها قوية وتاريخية. اي عاقل او متابع للمشهد الحالي بين الرياض والقاهرة اكيد هيفهم عمق الخلاف بين مصر والسعودية، على غير المنشور والمعروف ومحاولات البعض ده احنا حلوين قوي، ده احنا تمام قوي. لا، احنا مش تمام. الصراحة لازم تكون واجبة عشان نفهم الخلاف. اللي فهم الخلاف ده لازم نقول ايه هو اللي عملته مصر كل ده. ببساطة السعودية زعلانة مننا علشان رفضنا ارسال قواتنا للاراضي اليمنية للقتال تحت قيادة السعوديين في عملية عاصفة الحزم بعد ما فشلت، وزعلانة ان مصر رفضت تسمع كلام مندوبينها في مجلس الامن وصوتت للقرارين اللي مع سوريا. واحنا قلنا قبل كده ان مصر مع استقرار سوريا ايا كان القرار. احنا بنعاقب على هذا الموقف بداية من شركة ارامكو اللي وقفت امدادات البترول. المفروض ان رئيس مجلس اداره الشركه دي محمد بن سلمان اللي هو ولي العهد وابن الملك 3 شهور على التوالي وقفت توريد البترول في وقت كانت مصر بتخطو اصعب خطواتها في تاريخها في تحرير سعر الصرف. والنتيجه بنسمع ونشوف تصريحات رسميه وغير رسميه سواء من الجانب السعودي بيهاجموا مصر على مواقفها مع سوريا، بيهاجموا مصر مش عارف على ايه. يا ريت يعني نرتقي بخلافاتنا، وانا ان كنت بنتقد السعوديه كثيرا لان فعلا مواقفها في سوريا، مواقفها في اليمن بالبساطه كده شايفين ان احنا حقن الدماء هو الهدف الاسمى لاي علاقه. يعني احنا في بين اشقاء وكله تمام قوي، ولكن لازم يكون حقن الدماء ده اسمى حاجه ممكن حد يتفق عليها في البشريه. انتوا عارفين كويس ان زيارتكم دي معناها ايه؟ معناها انك بتدعم سد النهضه. واكيد الاخوه اللي في السعوديه عارفين كويس قوي مستوى واهميه الملف ده تحديدا عند المسؤولين في مصر. في الحقيقه تصرفات يعني اقل من مستوى الاخوه، حاجه كده يعني احنا مهما قلنا. تخيل انا رحت ايران او الرئيس السيسي بعت وزير الخارجيه او مستشاره لايران عشان يتفق معاهم ايا كان اتفاق في البترول او غيره، اكيد الخبر ده مش هيسعدكم. يعني ده مثال بسيط. مش مشكله، يعني هنشوف اللي جاي ايه. الطبيعي بقى اننا نكون مستعدين للاداره الامريكيه الجديده وهي دي الصوت الاعلى دلوقتي. لازم نحضر خططنا الاستراتيجيه ونعرف الناس دي بيفكروا ازاي، ترامب ده هيعمل ايه. لازم سياستنا الخارجيه للتعاون معاهم تبقى جاهزه.
لكن المشكله ان الرئيس ترامب بيفكرني في اختياراته لمستشاريه والوزراء بالزعيم عادل امام في شمس الزناتي لما لم العصابه كلها ورايح يحارب، تحس كده انه بيحضر جيش لاعلان الحرب العالميه الثالثه. ده مش كلامي، ده كلام حتى الصحف الامريكيه، لان اغلب اللي اختارهم غارقين في العنصريه. واحد شايف ان الاسلام سرطان، واحد تاني شايف ان اللاجئين السوريين دول كلاب مسعوره. لكن برضو دايما بقول ان امريكا دوله مؤسسات، وان الانحراف يعني فيها مش هيكون بالطريقه دي. خلينا بس نقف عند الحته دي. امريكا اي قرار فيها مهما كان رئيس الولايات المتحده بيعدي على الكونجرس ومجلس الشيوخ والبنتاجون والسي اي اي، القرار بيتدرس وبيتظبط كويس قوي. يعني ما تتخيلوش برضو ان ترامب هيبقى قذافي، ولكن واضح الاتجاه المتطرف اللي داخلين فيه واللي رايحين عليه. خلينا الاول نشوف راي الناس في الشارع ايه في ترامب وفريقه. والله للاسف الشديد ان اللي بيتابع الحمله الانتخابيه بتاعه ترامب يجد ان هو الاطروحات اللي طرحها كلها للاسف معاديه للاسلام وللعرب. هو ترامب عامه فرد من المنظومه الامريكيه، هو مش هينفذ حاجه من عنده، هو هينفذ كده كده المخطط اللي متجهين ليه للشرق. فترامب ده فرد جاي هينفذ المخطط اللي جاي، فالمخطط اللي جاي الله اعلم هو ناوي على ايه. عشان ان شاء الله يكون في تحسن في عهد ترامب مع مصر في الفترة الجاية إن شاء الله. هو السياسة بتاعته غير واضحة لغاية دلوقتي، بس يعني هو هيبقى زي غيره، لأن يعني السياسة بتاعت أمريكا اليهود أصلا وإسرائيل هي حطاها، بس بيتغير الأشخاص. ترامب غير ترامب، هيلاري نجحت. أنا على ما أعتقد إن دي أجندة بتتنفذ من مكان ما في أمريكا، ينجح ده يسقط ده. طيب ده رأي الشارع. تعالوا بقى نرجع بقى نتكلم عن فريق ترامب بالتفصيل وكل واحد من مستشاريه. هناخد الأول مثلا مايك بنس. ترامب اختاره نائب ليه، راجل اللي عنده 57 سنة، بدأ مسيرته السياسية من 13 سنة كعضو في الكونجرس الأمريكي، وبعدها وحاكم لولاية إنديانا. ده ابن الأسرة كاثوليكية ديمقراطية، وبعدها بقى جمهوري يميني. من أشهر مواقفه أنه رفض تقنين الإجهاض في أمريكا، وقدم تشريع لتحديد شروط منح الجنسية للمهاجرين، وكمان رفض حظر دخول المسلمين للولايات المتحده، ودعم الحرب على العراق. وعلشان كده بمواقفه ووجهات نظره تتشابه بشكل كبير في القضايا مع ترامب، هناك سموه بان هو وجه العمله الاخر، يعني زي ملك وكتابه هو ترامب متفقين. اما ستيف بانون ده راجل عنده 62 سنه، هو رجل اعمال امريكي يميني متطرف. خليكم مركزين، يميني متطرف تاني. ترامب رشحه لمنصب كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين في ادارته المقبله. الراجل ده عنده علاقات وثيقة مع حركات اليمين المتطرف الأوروبية، وأحد أبرز دعاة اليمين البديل، ودي حركة بتعتنق الأفكار القومية وبتؤمن بتفوق العرق الأبيض وبتزدري تماما الطبقة الحاكمة. يا صلاة النبي، ده حاجة هتفرح. نخش بقى على ريكس تيليرسون. الراجل ده عنده 64 سنة، ترامب رشحه وزيرا للخارجية في مفاجأة ممكن تأكد شكوك تدخل الرئيس الروسي بوتين في الانتخابات الأمريكية. ليه؟ ان الراجل ده علاقته ببوتين قوية جدا جدا، يعني ده لدرجة ان هو اخد جايزة او اخد تم تكريمه من بوتين في سنة 2013 بوسام الصداقة في موسكو. بعد التصريحات العنصرية ايضا ندخل على واحد تاني، جيمس ميتز، عنده 66 سنة. ملاحظين الاعمار كلها في العالي شوية. ترامب قال عنه ان مولع ومجنون بالحروب. الراجل ده جنرال متقاعد مرشح لمنصب وزير الدفاع الجديد، بس هو عنده مشكله مع الكونجرس ان هو اصلا ما عداش عليه 7 سنين في التقاعد، فلازم يبقى له استثناء ان هو يبقى وزير دفاع. ولكن الراجل ده قاد القوات القتاليه في حرب الخليج سنه 91، وفي افغانستان، وفي العراق، وهناك مشهور باسم الكلب المجنون بعد معركه الفلوجه في 2004. قاد القوات البريطانيه والامريكيه ضد المسلحين العراقيين في حرب شوارع. ماتيس ده عنده تصريحات كمان قويه جدا، اعلن في 2005 مثلا، كان قاعد في حلقه نقاش كده على طالبان، بيقول لك ايه بقى، من الممتع اطلاق النار على الناس. يا سلام. الراجل ده كمان بيكره ايران جدا، وكان ضد الاتفاق النووي جدا، واختلف اصلا مع الرئيس اوباما بخصوص ايران وبخصوص سحب القوات الامريكيه من المناطق اللي كان مسؤول عنها، والخلاف ده ازعج اوباما وخلاه يتخلى عنه. ناخد واحد كمان، جيف سيشنز، 70 سنه، مرشح لمنصب المدعي العام اللي هو وزير العدل. رفض قبل كده ترشيحه قاضي فيدرالي لاتهامه بالعنصريه. طالب اواخر السنه اللي فاتت باستحداث قوانين تمنع دخول افراد الولايات المتحده بناء على الدين. طبعا انتوا عارفين قصده على مين؟ المسلمين.
ده غير ان هو اصلا هناك مشهور ان هو الاب الروحي لفكره منع دخول المسلمين واللاجئين السوريين للولايات المتحده اصلا، ومن مؤيدي حق المواطن في حمل السلاح. مايك بومبيو 53 سنه، ده الورور الصغير اللي فيهم يعني، ده راجل من التيار المتشدد في الحزب الجمهوري، رشحه ترامب لمنصب مدير وكاله الاستخبارات الامريكيه اللي هي السي اي اي. الراجل ده من اشد منتقدي فكره اغلاق سجن جوانتانامو. السجن ده هو عايزه ومبسوط بيه جدا. السجن ده اللي عشان يعني اللي مش معانا، المخابرات الامريكيه سي اي اي كانت بتحتجز فيه سجنائها لسنوات طويله جدا بدون امر قضائي، ويرى في ذلك ان تعذيب، بس ده حمايه للامريكيين. الراجل ده معارض للاتفاق النووي الايراني، ويدعو لاستمرار برامج التنصت الالكتروني الخاصه بوكاله الامن القومي الامريكيه. ناخد غيره. مايكل فلين. ترامب اختار مسؤول عسكري مخضرم. الراجل ده واجه قبل كده اتهامات بدعم روسيا، هو بقى اختاره لمنصب او ترشحه لمنصب المستشار الامن القومي. مايكل فلين 57 سنه، قاد الاستخبارات العسكريه الامريكيه، واعفي من منصبه في 2014 بعد انتقادات حاده لاسلوبه وخلافات مع الرئيس باراك اوباما. ومن بينها كان في سبل تسويه الوضع في سوريا، وعنده كتاب اسمه هزيمه الاسلام الراديكالي. وبيقول انه في حاله حرب مع الاسلام، وبيعتبر الاسلام عقيده سياسيه تتخفف الدين. وبيقول ايضا ان الاسلام سرطان خبيث، وبيؤيد منع دخول المسلمين لامريكا. الف تصريحات عن تنظيمي جبهه النصره وداعش في سوريا، ان ده مش مصادفه، ان الناس دي ما طلعتش كده وصاعت مصادفه او خطا مش مقصود، لا ده نتيجه تخطيط مدروس من قبل فريق اوباما. اخيرا من دقائق سمعنا عن ميك مولفني، ده راجل برضه ترامب رشحه ان هو يبقى مدير مكتبه الاداره والموازنه. مولفني ده واحد من الصقور الماليه، صقور بس ده شغل بتاع مالي، ده من الناس اللي هي مدرسه تخفيض الانفاق الحكومي والتحكم فيه، وان هو يقضي على عجز الموازنه، ده مش هنحتك بيه قوي يعني. طيب خلاصه الكلام ده ايه؟ ان الاتجاه اليميني يعني يعني برضه عشان عايز اخد لكم برضه بين كارسون، بس هو ده راجل يعني اشهر جراح اعصاب في يمكن في من اشهر جراحين الاعصاب في العالم، 65 سنه، ده لوزاره الاسكان، وبرضه متشدد جدا جدا وليه افكار مثيره للجدل وعنصريه ضد الاقليات والمسلمين، ووصف ده اللي وصف اللاجئين السوريين بالكلاب المسعوره، وعايز ياخد اجراءات اكثر شده وصرامه تجاههم. طيب المجمل في الكلام ده ايه؟ ان الفريق كله واضح فيه حاجتين مهمين قوي. التعاون مع روسيا، ودي حاجة جديدة شوية أو يعني طرقت جديدة في ظل نجاح بوتين الساحق. بوتين خد السنة دي الشخصية الأكثر تأثيرا في العالم، فده أول حاجة واضح أنه هيتفق مع روسيا في حاجات كتير. موقف بريطانيا إيه مش عارفين، هيبان. الحاجة التانية هو معاداة الإسلام الراديكالي اللي هي الإرهاب أو الجماعات الإسلامية زي الإخوان المسلمين، زي الجماعات النصرة وداعش والكلام ده كله. ترامب نفسه ليه تصريحات عنيفة ضد السعودية، واخيرا بيقول لك انا عايز ادفع السعوديه تكلفه اعمار سوريا. فواضح كده ان الاتجاهين دول هيبقى فيه ضرب جامد قوي في الاتجاهين، وبكره نشوف. ولكن كل الصحف الامريكيه بتتكلم عن قوه العلاقه بين ترامب وبين الرئيس السيسي، واتفاقهم ان هو بيحب الرجل القوي ضد الارهاب، وده متوفر في الرئيس السيسي، ده حسب مقال نشر اخيرا في نيوزويك. كفايه بقى سياسه خارجيه عشان ايه نخش في حال بلدنا. ايه قصه الضريبه التصاعديه اللي عمال نتكلم عليها؟ وليه الناس عايزينها كانها هتنقذنا من الهلاك والجحيم، وهي دي اللي هتصلح الاقتصاد؟ وهل لو احنا مشينا ورا رغبات الناس اللي مش محسوبه، هل مثلا الضريبه دي لو عملناها هنلبس في الحيطه، ولا دي احد الحلول فعلا المتاحه لتحقيق العداله الاجتماعيه وتحميل الاغنياء اعباء اكتر من المواطن العادي اللي فعلا ما بقاش مستحمل خلاص؟ الحد من الضريبه التصاعديه بالنسبه للفرد بيجعل المجتمع يوفر دخل قومي على مستوى الدولة، وبيبقى فيها تحرير لسعر الصرف، وبيبقى فيها عدم التهرب الضريبي. الضريبة التصاعدية مش طبقها بس مش على معظم الشعب، في ناس تستحق انها تدفع ضريبة واثنين وثلاثة، وفي ناس مش قادرة. في ناس يعني بالبلدي كده اقول لك قحط. أنا شايف اللي هي تبقى ماشي ضرائب كويسة، بس ما تجيش ناحية الواحد اللي هو بحدود الدخل. أنت عارف الدنيا غلا والحياة، أقل حاجة عشان واحد ياخد عليه ضرائب، أقل حاجة يكون فيه 3000 جنيه. عشان ياخد ضرايب، انما واحد يقبض 2000 جنيه ولا 1000 ونص ياخد عليه ضرايب، ما ينفعش على الحياه والغلاء اللي احنا فيها ده. والله احنا حضرتك استكفينا ضرايب، لان الضريبه المضافه ديا يعني الناس خلاص احنا قربنا نولول، ما فيش واحد في البيت المصري الا لما بيشتكي،
يكون نروح نشتري قوطه يقول لك الضريبه، نقول لك مش عارف ايه نروح نشتري خشب يقول لك الضريبه، بصراحه نشتري اجهزه كهربائيه يقول لك الضريبه، ما فيش واحد الا بنشيك عليه كفايه ضرايب. والله حضرتك انا بحس ان اصلا الضرايب يعني ملزوم على الناس كلها في ظل ان في شريحه ضعيفه جدا وما تستحملش اصلا الضريبه دي في الوقت الحالي، اصلا دخل المواطن المصري يكاد يكون معدوم، فازاي هنحمل المواطن المصري اعباء اكتر من اللي هو شايلها؟ طبعا ده لسان حال الشارع كله، ولكن خلينا نتكلم بواقعيه. مصر هي الدوله من الدول الاقل في العالم دفعا للضريبه، 13.5% من الناتج القومي الاجمالي، ودي نسبه متدنيه جدا جدا. خدوا بقى دي كمان، ان احنا اصلا اغلب الضرائب اللي هي الضرائب على الارباح او الضرائب العامه، لو شلت البنوك الكبرى وقناه السويس ومأموريه كبار الممولين على جنب، هتلاقي باقي الشعب بيدفع مبالغ بسيطه جدا، واغلب اللي بيشيل اعباء الموظف الغلبان. ليه؟ الموظف ده بيروح يقبض دخله 2000 جنيه بيخصموا منه 20% ب 1600 جنيه. فهي الضريبه التصاعديه النهارده احنا عايزين نقول احنا عايزينها ليه وايه الحلو فيها وايه الوحش. هي ليست خير مطلق ولا شر مطلق. الضريبه التصاعديه ليها مميزات وليها عيوب. مميزاتها النهارده واحنا محتاجين لها عشان حاجه مهمه جدا، حدود الاعفاء ما بقتش عادله. انت النهارده لما تقول لي اللي بياخد 14000 جنيه ولا 14400 جنيه و1200 جنيه تحتيه حد الاعفاء، لا النهارده واضح ان الاسره المصريه اقل من 3000 جنيه سيبها في حالها، ده يعني لحد الكفايف بقى. والكلام ده الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيقوله مش انا، ان الاسره المصريه عشان تعيش في الحد الادنى عايزاها 2900 وحاجه لو هي اربع افراد، فلازم حد الاعفاء يترفع فوق 36000، ده حد ادنى ان لم يكن اكتر، يعني يا رب يكون فوق 60000. الغني بقى على فكره، هي الناس مش الناس فاكره ان ما عندناش ضريبه تصاعديه، احنا عندنا ضريبه تصاعديه موجوده بالفعل، ولكن هي كانت زمان بتبقى فروقات جامده، قريب بقت كانت 25% اقصى حاجه، نزلت ل 22.5% سنه 2015، وانا ما كنتش فاهم القرار ده ساعتها، يعني ما ايه الحكمه انه ينزلها، بس الله اعلم. طيب هل بقى السؤال اللي معترضين دول معترضين ليه عليها؟ لان فعلا اقتصاديا الضريبة التصاعدية دي ساعات بتؤدي نتائج عكسية، ساعات الحصيلة في المجمل بتقل، ده اللي الناس مش قادرة تفهمه، إن هي ممكن تضرنا ما تفيدناش، ودي وجهة نظر تحترم والأولانية تحترم. الأولانية إن العدالة الاجتماعية واخد من الغني أكتر تحترم. الثانية إن الغني لو لقى نفسه داخل في 35 و40% و30 لو يوسع استثماراته، طب ما البنك بيديني 20% وأنا قاعد في البيت، أوجع دماغي ليه؟ ثانياً انا لو راجل بكسب 1,000,000 جنيه في السنه وبدفع مثلا 30، مش انا مش احمد سالم عشان محدش بس يفهمني غلط، يعني لو انا تاجر وبكسب 1,000,000 جنيه في السنه وبدفع 25%، ولو عديت المليون هدفع 30، يعني انا هدفع 250,000، لو بقيت 1,050,000 هدفع 315,000، يبقى ان شاء الله عني ما اشتغلت. دي فكره عن الضرائب التصاعديه، ده الخوف منها انها تقلل الحصيله في المجمل وتضر النظام. طيب نسيبنا من القيمه المضافه عشان دي عايزه حلقه لوحدها. اللي اهم من كل ده، احنا لا احنا محتاجين تصاعديه ولا مش تصاعديه، بقدر ما احنا محتاجين ندمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. هي دي كارثه مصر. الكارثه ان انت عندك يعني قطاع رهيب من الشعب يصل ل 70% ما بيدفعش اصلا ضرائب ويكسب كويس جدا. يعني انت عندك في مقاولين بيبني بال 20 30 عماره وبيبنيهم باسم الكحول، هو مش اسمه مش ظاهر في حاجه. عندك تجار عربيات بيبيع له في الشهر 40 50 60 عربيه بالتوكيلات، التوكيلات دي كارثه. لما انا اروح في الشهر العقاري ابيع عربيه من توكيل لتوكيل لتوكيل، فين حق الدوله؟ عندنا حاجات كتير. عندك الفلوس النهارده، لازم اوروبا النهارده غسيل الاموال، لو معاك فوق 5000 يورو ولا 2000 يورو تخش السجن، لازم البيع يبقى عن طريق البنوك. اشتريت حاجه اروح احولها عن طريق البنك، البنك يعرف انا بعت ايه واشتريت ايه. في حاجات كتير جدا ممكن نلجا لها، مش كل ما هنيجي نعاقب الملتزم. وانا مش حاجه على الموظف اللي بياخد 2000 جنيه تاني اكتر من كده، ولا اللي بياخد 3000 جنيه اكتر من كده ما بقاش مستحمل. لازم نفكر في افكار جديده لدمج قطاعات وشرائح بتكسب كويس وما بتدفعش ضرائب. طلعونا فاصل.